سقوط الأنبار حقيقة كانت يعني انتكاسة بدنا نحاول نعالجها. الحكومة والحشد والتحالف الدولي أكو جهد جبار حاليا في سبيل استعادة السيطرة على الرمادي، وأكو تقدم في كثير من المحاور، والدعم الدولي أو التحالف الدولي أيضا زاد من وتيرة مساعداته سواء التسليحية أو الضربات الجوية، وعندنا التزامات صريحة وواضحة منهم في زيادة وتيرة التدريب والتسليح والتجهيز، وأيضا لتسليح العشائر السنية في الأنبار. يعني هذا أيضا من شروط هزيمة داعش